بالتثبيت. نعم بالتثبيت. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم مظاهرين عقود بلدية رميثة قرار 315 يطالبون سيادة المحافظ أحمد منفي للتدخل، لأن الوقت جاي يدركنا الصراحة. لاحظنا أمس مجلس الوزراء قرر أن يصوت على تثبيت العقود لكافة الوزارات، ونحن في هذا الوقت المحرج صراحة، عدم الاهتمام من قبل النواب في متابعة ملف عقود 315 وتثبيتهم. هنالك أخطاء بالكتب جاية الرفع من المحافظة للمالية، وهذا احنا نريد نتلافاه بأسرع وقت. نطالب من سيادة المحافظ ويتدخل تدخل سريع بهذا الشيء وينجزه. ممثل عقود بلدية رميثة، نطالب أولا الاستعجال بتصحيح الأخطاء داخل البلديات، مديريه بلديات مات المثنى، ونطالب الاداره الماليه في المحافظه باسراع انجاز البيانات وارسالها للماليه باسرع وقت، وتصحيح الاخطاء اذا وجدت.